هي هاني شاكر. ماذا تقول لهاني شاكر بصدق، شيء لم نسمعه من قبل؟ أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد، عشان أنت بتحب أنك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد أبدا يا ربي إنه يعني يفقد ضناه ويفقد أغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت أنا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب، وبتمنى من كل قلبي يا رب إنه لو سمعيني دلوقتي أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أساعدكم وأخليكم أسعد الناس. أنا وعدت ألا أتحدث بأي أمر شخصي، يعني أنت ضرتني بالسؤال، أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي قلت لوحدك. ماشي يعني أنا طبعا أنت جايب 27 من 36، ماشي الحال، معقول يعني معقول. أنت بتعدلي أنا بعدلك طبعا، إحنا عندنا فريق برا عم بيعدوا لك. قبل ما نختم الحلقة سؤال بس على السريع، ما أنا حطيت تشكيلة، من هو حارس المرمى في حياتك؟ نهلة. المدافع من؟ شريف. الوسط مين؟ لازم اسم. طبعا. الوسط مش عارف والله، يعني اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي يمشي الحركات ويبصيلك نهلة يعني برضه. يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معاهم. أوكي. مش لازم اسم. الهجوم بتاعك مين؟ هتصدقني لما اقول لك شريف ونهلة برضه. هم خط الدفاع الاول وهم يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني. الله يخليكم لبعض. يخليك يا حبيبي. لك معنى دقيقتين. يعني اقل من دقيقتين تهدي شيء لنهلة على الهواء من قلبك. قدم عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، قدم عمري طول هفضل احبك انا، ليل نهاري حقول انت حبيبي انا، فينك من بدري بحبك انا يا منايا، يا عمري بحبك انا، مستني اشوفك والمح طيفك ليلة يا غالي، ليلة يا غالي انت حبيبي. فينك من بدري؟ هل بتحس انه هالمقابلة اضفت لك شيء؟ اكيد بجد هقول لك حاجة من قلبي، انت سألتني اسئلة انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده، وده الجديد بالنسبة لي، وخلتني يعني أفتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. أنا مش حاسس إن أنا قاعد في انترفيو، أنا حاسس إن أنا وإنت قاعدين في قاعدة صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفنا النهاردة، دي حقيقة. فخلتني أفتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي. بالنهاية أنت شخصية عامة، قد ما حاولنا نخلي الأمور الشخصية بعيدة، لكن بالنهاية الناس كمان بتحب
وحقيقة الله يخلي لك حب الناس لك. الحمد لله. لأنه محبة الناس رزق. بالضبط بالضبط. هذا رزق من رب العالمين. الحمد لله. وأنت راجل مرزوق والله يا رب يعطيك على قد نواياك. ربنا يخليك يعني. وما يحدث من محن في الحياة هي امتحان للإنسان. الحمد لله يا حبيبي. يعني يمكن الأمور اللي بتعركنا بها الحياة بتعجننا عجن لنطلع بالنهاية كما نحن. حقيقة. نعم. كل تجربة قاسية زي دي أكيد بتخرج نعم. منها بفايدة. صح. تمام. وقد ما قلت لك إني شاكر لقدومك وتشريفك. قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك يا حبيبي. ربنا يخليك لي. شاكرك جدا وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية وتضلك أصلا أنت رح تبقى لأنه أنت معنا في تاريخنا في وجداننا في حياتنا. ربنا يخليك لي يا رب. وخبرك آخر شيء ما كنت نحبل لك يا أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني. والله نعم. يا حبيبي نعم. شكرا لك. مرسي يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي. مصطفى مرسي يا حبيبي قوي قوي. وخليكم معنا. الدنيا حلوة وأحلى.